تسلم ايدك يا مالك. شاطر حجري، بس كان في موضوع كده عايز اتكلم معاك فيه. ايه؟ انا عارف ان انت الايد اليمين للمعلم الديناري، الناس كلها بتقول كده. وجبت ايه من عندك؟ ما تقول دور يا دي. انت عايز ايه؟ ها؟ عايز ايه؟ تكونش قد معذور في قرشين وجاي تتفلحص لي عشان تاخدهم مني. لا يا معلم لا، بصراحه انا مغرم بالديناري، طول عمري بمشي وراه واتفرج عليه. يا سلام يا سلام، بيخش بخناقه بيشطبها بيجيب عليها واطيها، وانا كل منايا ابقى خدامه خدامكم كده اهو، خبط لازق. وماله يا معلم، وانا لا سمح الله جاي لك وانا خرع؟ لا، انا ما جيتش الا بعد ما جهزت واتوضبت، شلت حديد ولعبت بوكس لحد ما بقيت تمام التمام. يعني يعني عايز تبقى فتوة؟ لو رضيت عليا وقبلت تاخدني للمعالم. انت بتشتغل ايه يا ولا؟ مكواجي. تصور طول النهار واقف محني على التذكة، هدمة ورا هدمة ورا هدمة، وانا واقف على رجل واحدة. بص لي كده، انا مكواجي، انا مكواج، انا العبان حركة، اضرب روسيات وبالكراسي وباللكاكيم اللي اتخرشم من اول بنية. بس جربني مش هتندم. انت فاهم يا ابني الفتوانة ضرب واخلاق؟ لا، الفتوانة اخلاق. احنا اللي بنحمي الحي ده كله، الناس دي كلها مسؤولة منا احنا. من عارف ما تخافش، بس جربني هعجبك. ما يخرب بيوتكم، وانا كل ما اجي اقعد اسمع عمري اللي فات ما هيرجع تاني، عمري اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني، هيرجع. ما تسكتوا صوت العباب ده وطلوه شويه. انت تؤمر يا معلم، الله انت تؤمر، تشاور كله تنفس. اوعى اهو ايه اللي انت عملته ده؟ ابعد ابعد تاني. تحت امرك يا معلم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. انا قلت وطوه بس، وانا عملت ايه غير كده؟ ما انا وطيتهولك خالص اهو. طب يا اخويا بفوت عليا بالليل وانت موطي برضه. يعيش المعلم طباع الديك. الله اكبر، ايه ده؟ اوعى، خلي المعلم يعدي. اتفضل. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ربنا يخليك لينا يا معلمه. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوعى. مية مسا على العيون الكويسه. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا جمعتكم الليلة عشان عملية جديدة مهمة قوي، وليا أنا بالذات. عملية محتاجة لواحد بس، وهو اللي هيقوم بيها. تحت أمرك. الفتوانة الحقيقية ما هيش بس قوة وشجاعة، الفتوانة مجدعة، رجولة، أخلاق. ما تعلمناهاش إلا منك يا معلم. بس مش تقول لنا إيه هي العملية الأول يا معلمة؟ ده سر يا طباع، لكن اللي هيقوم بيها لازم يسمع كلامي وينفذه بالحرف الواحد، لأنه لو غلط هخلص عليه، وإذا نجح هيبقى دراعي اليمين. يعني باختصار هو اللي هيخلفني بعد ما أموت. ده رأيي يا معلمة، ده أنا طول عمري الراجل بتاعك، وأنا اللي لامم لك كل الرجالة دول على الفرازة واحد واحد. إيه اللي حصل؟ يا طباع أنت خلاص عجزت. عجزت؟ العملية دي عاوزة واد شاب بفتك، قلبه زي الحديد. مين فيكم؟ ايه؟ ولا حد فيكم؟ لكم حق، لازم تفكروا الأول. العملية دي اللي يقرب لها ولا ينجحش فيها هيموت، هيترمي رمية الكلاب، ولا حدش هيعرف له طريق جرة. ها، فكرت ولا لسه؟ مين؟ أنا يا معلم. أنت مين يا واد؟ شطة الحجري. حجري؟ والنبي أنت رملي. اقعد يعني أنت ترزع بلا شقلة حية. أنا بتكلم جد يا معلم طباع. سيدي المعلمين، من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا بتمنى اليوم اللي اكلمك فيه واشوفك عن قرب. انا مش عايز من الدنيا غير انك ترضى عني وتعملني من رجالتك. اؤمر يا معلم، روحي ملكك. انت بسطولها ولا؟ لا، انا عارف اني جديد في الكار ولسه بحبي في الديل، لكن هقدر وكل حاجة بإرادة ربنا. بس انت اخترت بارادتك انت. ما ربنا اللي خلاني اخترت يا معلم، وانا جاي لك وشايل رقبتي على كفي. عفارب، ماشي الكلام. تبقى انت اخترت وانا وافقت. الله 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 الله. بس ما قلتلناش برضو ايه هي العمليه يا معلمه. بعدين هتعرفوا كل حاجه، لكن دلوقتي هيفضل سر بيني وبين الواد ده. اتفضلوا بقى من غير ما ترد. ايه اللي اخرك كده يا شاطر؟ باركيلي يا امه. الف مبروك يا عين امك. على ايه؟ خلاص بقيت من رجاله الديناري. يا لهوي، ودي حاجه تفرح دي. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ جرى ايه يا امه؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني طول عمري افضل مكفي على تزكيه المكوه؟ مش ده اكل عيشك يا ابني؟ ما هو ده كمان اكل عيش يا امه. هو انت فاهم الفتوانه دي لعب عيال؟ ده انت هتحط نفسك كل يوم في مصيبه. يا امه اطمني، ابنك يفوت في الحديد، وبكره تشوفيني معلم قد الدنيا واجدعها شنب في الحته يعمل لي 1000 حساب. يا ابني حرام عليك اللي بتعمله فيا ده. انا ما بقاليش غيرك. اخواتك البنات خلاص اتستتوا في بيوتهم، ما فاضليش غيرك يا شاطر. ما انا هبقى معاك يا اما، هو انا هسيبك؟ ادعي لي بس ربنا يوفقني بكره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. المعلم موجود؟ انت مين؟ قولي له خدامك شطر حجري. اتفضل يا ابني. عدم المؤاخذة يا معلم، جيت لك من غير ميعاد. لو ما كنتش جيت كنت قلت انك هربت. خدامك يا معلم. اغسل رجليا. ايه يا واد اللي خلاك تجازف بالشكل ده؟ عشان اكسب رضاك يا معلم. كذاب، انت كل همك تبقى فتوه. ولو انك بتفكرني بايام زمان كنت زيك مجنون. ايه، مستعد؟ محسوبك جاهز. قشر وانا انفذ. خد دول، روح اشتري لك هدمه. عاوز اشوفك على سنجة 10. وانزل دور لي على احلى بنت في الحته وتعالى قول لي هي مين. يعني هي دي العمليه اللي كنت عايزني فيها يا معلم؟ ما تلتش كتير، انت تسمع الكلام وبس، فاهم؟ مع السلامه. يا فرحة أمك بيك يا شطر. جيت تشتغل في توة فاشتغلت لا مؤاخذة بقرنين. بقى هي دي الفتوانة يا معلم، دي الجدعانة والشجاعة والأخلاق. اخص اخص على الرجالة. قلت لك من الأول 100,000 مرة إن دي مش شغلتك. عندك حق، دي شغلتك أنت. ما هو لو كان عارف انك خاطبه كان ندهلك بدالي. طب ما انا اللي خاطبه له الرابعه الجمعه دي. طب والعمل يا اما هعمل ايه؟ ولا تسال فيه. ولا اسال فيه؟ ما اقدرش. انت عايزاه ينتقم مني؟ ده هدد كل رجالته قدامي ولا واحد فيهم قدر يفتح بقه بكلمه. يعني هتدور له على اللي هو عايزه؟ انت يا شتا؟ ما هو مش ممكن يا اما تكون دي كل العمليه. اكيد اكيد وراها سر وانا لازم اعرفها. نايم يا معلم. عليمة يا رزاق يا كريم، انت عايز ايه بالظبط؟ عاوز اوعيك من المعلم ما انتش قده. قول لي طلب منك ايه وانا اساعدك. ما تقدرش، دي عملية كبيرة عليك، لو كنت قدها كان المعلم كلفك بيها. كده يا سيروميو؟ طب بكرة الصبح بقى انا اعرف كل حاجة. وليه بكرة؟ ما احنا ولاد النهاردة. اسمع، اوصل للمعلم قول له يحكي لك على كل حاجة، ده لو رضي. ولا ايه؟ لا ايه؟ يا ايه ليه؟ قول لي يا شاطر، مين اللي ساكن في الدور التاني؟ عمت انا بتاع الطعميه. تشكر. ايه اللي جابك بدري كده؟ خلاص بطلت شغل وبقيت صايع؟ مالك يا واد؟ شايل عبد القادر كده ليه؟ قولي لي يا امه، تعرفي عم طناحي؟ بتاع الطعميه؟ اه. ايه اللي عرفه؟ ده راجل سكره، انا مجوزه له بنتين والتالته هي اللي لسه فاضله، اصغرهم واحلاهم. اسمها ايه؟ وانت مالك يا واد؟ دي مخطوبه. مخطوبه؟ مخطوبه لمين؟ للمعلم بتاعك الديناري. اهي دي بقى تبقى نمره 4. مش معقول. مش معقول ليه؟ ده مش معقول ابدا، ده مستحيل. بنت عم طلاحي. هو انا تايهه عنها؟ وداد مخطوبه للديناري؟ ايوه، وانا اللي خطبها له بنفسي. ازاي بس؟ اوعى يا واد تكون حاطط عينك عليه، اوعى، انت مش قد الراجل ده. انا مش فاهم حاجه. حد شافك ماشي وراها؟ لا. قلت لحد عليها؟ لا. تعجبني. خلاص خلصت المأمورية يا معلم؟ لسه. طلباتك. عاوزك تغازلها. اغازلها؟ ايوه، وحاول توقعها. بس من غير بس، اعمل اللي بقولك عليه. لكن يا معلم. مع السلامة. صدق اللي قال ان العاشق مجنون. يا لهوي. الناس ما تخافيش، انا عاوز اكلمك ضروري. اعمل معروف، بلاش، انت اصلك ما تعرفش حاجه. لا انا عارف كويس انك مخطوبه للديناري. بس ده سر. لكن عرفته. انت عايز مني ايه؟ عاوز اقابلك لوحدينا. يا لهوي، انت جننت كده. انت المغربيه عند عطفه الدراملي. مش حاجه. لازم تيجي، دي فرصتنا الوحيده. مش عارف انا عايز ايه. لا مش عارفه عايز ايه. طالب القرب يا جميل. كان غيرك اشطر. انا هتجنن من ساعه ما عرفت انك مخطوبه للديناري. طبعا عرفت من امك، مش ما جايبها السودا. انا مش قادر اصدق ان ورده زيك تسلم روحها الراجل قد ابوها عشان يقطفها. ما اقدرش اقول لا، ولا حد في الحته كلها هيقدر يقول لا. ده انا ابويا عيط على رجلي عشان اوافق. انا ما كنتش فاهم كده، كنت فاكر انك بتحبيه. ها؟ احبه؟ احب راجل على ذمته 3 نسوان؟ يبقى ما تسكتيش، لازم تعملي حاجه. حاجه ايه؟ ده انا بنت غلبانه وابويا راجل كبير، هنروح منه فين؟ اسمعي، لازم اقابلك تاني، من النهارده هقف جنبك. يا اخويا بلا شهامه فارغه، لا تودي نفسك في داهيه، انت مش قد الديناري. فوتك بعافيه. ماشيين يا عم طناحي. على عيني على عيني. حاضر حاضر. احمر. طلبات عند اهل المعلم. خير؟ مش شغلك، روح عند اهله. حاضر يا فتاح يا عليم. ايه ده عايزك يا معلم؟ خير يا ابني. اتفضل يا معلم. انت ازاي يا معلم توافق على جواز بنتك من الديناري؟ قوم معايا يا ابني. انت مين؟ وعايز ايه؟ انت راضي يا معلم على الجوازه دي؟ كل رضا. انت دخلك ايه؟ لا انت مش راضي ولا حاجه، انت خايف. وانت مالك يا جدع؟ انت بنتي وانا حر فيها. تقوم تبيعها؟ دي لحمك يا معلم، ده جواز على سنه الله ورسوله. الديناري هو اللي بعتك عشان تجسني. روح يا اخويا قول له ان البنت بتحبه وانا شاري نسبه. الله يخرب بيوتكم، انتوا بقيتوا نيله كده. نعيما يا معلم. انت جيت؟ تعالى. عملت ايه؟ حاولت معاه، مفيش فايدة. البنت طلعت اخلاقها تمام. اخلاقها تمام؟ ولا انت اللي طلعت بقى فمعرفتش توقعها؟ بصراحة يا معلمي كان عشا متكلفني بعملية تمتحن فيها قوتي ورجولتي، مش هاجري ورا حرمة شمال ويمين. الرجولة يا واد مش هو، الرجولة ثقة. ولو انت بتفهم كنت اتبسطت اني استأمنتك على سر زي ده. سر؟ ايوه، السنيورة اللي بتقول عليها حرمة دي تبقى خطيبتي. يا ألف نهار مبروك. طب يا معلمي ولزومه ايه تخليني عكسها؟ عاوز اطمن على اخلاقها واخلاقك انت كمان. واطمنت؟ لسه. خليك وراها يمكن توقعها. ايوه انا مجنون من ساعه ما شوفتك. انت كده هتودينا في داهيه. هو في داهيه اكتر من اللي احنا فيها؟ برضه ناويه تتجوزيه تاني؟ ده راجل ما عندوش اخلاق. تصوري طلب مني ان عكسك لحد ما اوقعك وبعدين اروح افتن عليكي. وكان ليه ده كله؟ عشان حاسس انك مش بتحبيه فما عندوش ثقه في حد. وهو بقى عنده ثقه فيك مش كده؟ ما هو بيمتحننا انا راخر، بس انا ما عادش يهمني لانه سقط من نظري. كنت فاكر اني هزيد شرف لما ابقى دراعه اليمين، يقوم اول حاجه يطلبها مني ان ابقى ندل وخباص وعديم الشرف. وهو هيسيبك؟ خلاص ما بقاليش عيش معاه. بس انا خايفه عليك. خدني واهرب. أنا مستعد، هو ده الحل الوحيد. بس هنروح فين؟ مفيش قصادنا غير العطوف. تعرف حد هناك؟ في توته الكبير اسمه الشبلي، أنا معرفوش لكن بسمع عنه كل خير. وهيرضى يحمينا؟ يحمينا ونص، أصله بيكره الدينار عمى. وأهلي مش هيموتوا، بس إحنا اللي هنعيش. يا لهوي، بقى عايز تتجوز خطيبته وفاكره هيسكت لك؟ وهو هيجيبني منين؟ ما انا هبقى في حمايه الشبلي. انت يا واد هتضيع نفسك وهتضيعني معاك. انا كنت بربيك عشان تسيبني، ما فكرتش فيا يا شطه. فكرت يا اما، فكرت بس مش قادر. انت نفسك ما ترضيش، ده داس على شرفي وكرامتي. يعني انت هتتجوزها عشان تنتقم منه مش عشان بتحبها؟ وغلاوتك عندي عشان بحبها. يعني خلاص مفيش فايدة، نويت. ما هو مفيش قدامي غير السكة دي. قرشين كنت محوشاهم لك عشان اجوزك بيهم، دي شبكة المرحوم ابوك، ما عدتش محتاجاها. اديهم لها يا حبيبي. ولد الحرام يا ابني. السلام عليكم. وعليكم. الاقي عندك اوضه فاضيه؟ ومين مع حضرتك؟ قريبتي. قريبتك؟ تبقى محتاج اوضتين. وماله؟ الدفع مقدم. طلباتك؟ في اوضه ببريزه واوضه بريال. انا اخد ام باريزه، لكن هي تقعد في اوضه بريال. مفتاح اوضتك 19 ومفتاح اوضه الست 18. خدمه تانيه. عينيا. تعرف المعلم الشبلي؟ ومين ما عرفوش، ده فتوت الحته. طب يوصف لي اروح له ازاي؟ يا انا مسعد وانا مسعد. تعالى يا سعادته. وصل الاخ للمعلم الشبلي اوام. حاضر سعادته. تعالى معايا. اطلعي انت ارتاحي وانا هروح. السلام عليكم يا معلمي. انت مين؟ انا جاي طالب حمايتك يا معلم. من مين؟ من الديناري. انت من رجالته؟ كنت. وايه اللي حصل؟ معلمك ده اتجنن. معقول يا رجاله اللي انتوا سمعتوه ده؟ هي دي الحقيقه يا معلم، انا ما كدبتش عليك. بس انت طلعت ابن لئيمه. انا؟ ليه؟ ليه يا معلم؟ خطفت البت بتاعته وجيت بيها جري على هنا. ودلوقتي بقى طلباتك ايه يا حبيبي الغبرة؟ ما تنطق. انا امل يا معلم ابقى من رجالتك. ما كانش يتعز. اللي يخون معلمه ملوش مكان عندي. لا يا معلم انا ما خنتش، انا ما رضيتش ابقى نادل واوقع حرمه في مصيبه. احنا بقى يعجبنا النادل اللي ينفذ الاوامر عن الشام اللي بيخرج عن طوعنا. بس يا معلم ده الديناري كان عايزني اشتغل حاجه تانيه انت ما ترضاهليش. صح، فدي بقى عندك حق. بالمناسبه انت كنت بتشتغل ايه قبل كده؟ مكواجي. مكواجي اتبيك كوت قلب الديناري، انما جدع. ياض جدع ده راجل خسيس وياما افترى على ناس ياما. راضي عني يا معلمي؟ بصراحه لا. ما هو عشان تعيش بينا مش لازم تبقى منا. يعني ايه؟ يعني هنشوف لك دكانه كده صغيره على قدك تكوي فيها الهدوم. الهدوم بس مش الزباين اللي تشوفها يا معلمي. هات بقى العصايه يا روح امك. هات. ايوه انت هنا بقى هتشتغل مكواجي وبس. والمعلم خلف هيشوف لكم اوضه هتسكنوا فيها. على فكره انتوا اتجوزتوا ولا لسه؟ بكره الصبح هنكتب ان شاء الله. حلو، على خيرة الله، ويبقى فرحك عليا. يا ترى اللي عملناه ده صح؟ ما كانش قدامنا غير كده. أنا خايفة. تخافي وأنا جنبك. أيوة بس الدينار مش هيسيبنا في حالنا، لازم هينتقم مننا. يا وداد، ده يمكن يكون بكرة، لكن الليلة كده ليه؟ معلش يا اسطى. جبت كام حته؟ 4. نقول لي الجلابيه. خد فريره على بيت المعلم حنفي. حاضر. صباحيه مباركه يا عريس. طباع، وجاي تقول هواخري كده ليه؟ أنا متجوز بقالي 5 أشهر. مرضناش نعكنن عليك بدري، قلنا نسيبك شوية لحد ما تفوق من السكينة اللي سرقاك دي. أنهي سكينة؟ السكينة اللي خلتك تفوت الفتوانة وترجع للمكوة تاني. أصل لقيت إن الفتوانة بتاعتكم مش جايبة همها. بصراحة مش من توبي. الفتوانة محتاجة رجالة ما عندهاش أخلاق زيك كده. ولما انت عندك اخلاق اخويا بالشكل ده، ازاي تخطف بنته وهي على ذمه راجل؟ ما كانتش على ذمته. ايوه بس كان قايل عليها. ما يقول على كيفه. هو الجواز بالعافيه؟ بالفتوانه ده راخر؟ لا، بالاصول. انهي اصول؟ دي ما بتحبوش، بتكرهه، مش طايقاه، زي ما انا مش طايقك كده كده اهو. طب اسمع بقى الكلام المفيد يا شاطر. هما 2 كلمتين. البنت دي لازم تطلقها. ليه؟ هو لسه عاوز يتجوزها؟ لا بس مش عايزك انت تتجوزها. يا سلام يا اخي على الافتراء. انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ انتوا شويه صراصير وبورس. نعم. انت بتقول ايه يالا؟ انت اطرش. لا. طب اسمع بقى، روح قول للمعلم العره بتاعك لو كان راجل بصحيح يجي لي هنا ويقول لي الكلام ده بعظمه لسانه. حكمتك يا رب، حكمتك. صحيح النمله طلع لها اسنان. مالك يا شاطر؟ في ايه؟ مفيش. مفيش ازاي؟ هو انا مش عارفاك؟ الظاهر الديناري مش ناوي يسيبنا في حالنا. النهارده بعت لي طباع الديك يهددني. جالك كلامي اهو، ده اللي انا كنت خايفه منه. ملعون ابوهم كلهم، هيعملوا لنا ايه يعني؟ محدش فيهم يقدر يهوب هنا، دول بياعين كلام. بس كلام بيوجع يا شاطر. وبعدين بقى، هو انا هلاقيها منك ولا منهم؟ انا بصراحه مش مرتاحه، حاسه اني عايشه على طول في رعب. رعب من ايه؟ ما انا جنبك اهو. لا يا شطه، انت اصلك ما انتش حاسس بنفسك، ده وانت نايم جنبي بتبقى عرقان، مش من الحر انما من الخوف. انت بتقولي ايه؟ انا مش خايف وما يهمنيش حد. انا لو كنت جبان ما كنتش طوعتك وهربنا على هنا. انا بحبك يا وداد، بحبك وما اقدرش على بعادك ابدا. تقدري انتي؟ حتى لو كنت اقدر دلوقتي مش ممكن يا شطه. الكلب الجبان بقى ده اللي كان عاوز يبقى دراع اليمين. جالك كلام يا معلمه؟ ما هو لو كنت اعتمدت عليا ما كانش حصل اللي حصل. كرايه طباع، انت هتبكتني؟ لا مش قصدي يا معلمه، بس اللي حاسس في نفسي قوي ان وادها الفوت زي ده ياكل منك الجو. انت بتقول ايه؟ بقول اللي كل الناس بتقوله. اسكت يا طباع اسكت. لا مش هسكت، انت لازم تشيبه. وطوله ازاي؟ انت ناسي ان اهله هنا واهلها كمان هنا؟ يعني ايه؟ هم دول اللي هيخلوه يجي لك على مالا وشه ويبوس رجليك كمان. عاوزنا نتعرض لهم؟ ما فيش قصادنا غير كده. من بكره طعماجي ابو البيت الدكانه بتاعته هتتكسر، والدلاله ام المحروس هبعت لها شويه نسوان يدبوها علقه تمام التمام ويحبسوها في البيت. نعمين يا حلوه. ربع جبنه بيضاء واربع ترغيفه وعسل وطحينه. حاضر، انت تؤمر يا جميل. خد يا اختي فلوسك واداكلي، بطلنا بيع، ابقي بقى روحي حضرتكم واشتري منها هناك. وبعدين في البت دي مش هتجيب الا المشاكل. حقا يا اختي، هو ده معقول؟ هو الدينار هيسيبها ولا هيسيبنا؟ ايه لبان يا صغير؟ هو احنا ما كناش بنات؟ شوف البت ماشيه ازاي ولا هاممها حاجه. والنبي معذور الواد شاطر، دي البت زي قلب الزبده. زبده؟ ده تكميل على خيبتك. مساء الخير. ايه مالك؟ خلاص يا شطه، ما بقتش قادره استحمل. نسوان الحته بقت بتشتمني في السكه عن عينك، ما بقوش طايقنا يا اخي. ما يتفلقوا، امال يوم عندنا ايه؟ لا يا شطه احنا غلطنا، ما كناش فاكرين اننا هننكره بالشكل ده. معذورين، خايفين على روحهم من قعدتنا في وسطيهم. طب عايزاني اعمل لك ايه دلوقتي؟ اخدك واهرب بيكي تاني وباللي في بطنك؟ هنفضل طول عمرنا هربانين؟ الله. اهلا اهلا وسهلا يا معلم. يا ساتر، خطوه عزيزه. عز مقدارك اخويا. اتفضل اتفضل. متشكر. ازيك يا عروسه؟ تسلم يا معلم. يلا يا وداد اعمل لنا كوبايتين شاي بايديك الحلوين. مالوش لزوم. لا ازاي؟ ما احبش اتعبك. تعبك راحه يا معلم، ده انت اللي حامينا. معلش مش وقته، عدم المؤاخذة أنا جيت في وقت كده مش مناسب، أصل عندي خبر مش ولا بد. إيه خير يا معلم؟ هو ديناري يجي من ورا أي خير؟ ديناري؟ حصل إيه؟ كلب الجبان باع شوية بلطجية هددها أبوكي بلاك. يا لهوي، والعمل؟ عمله أسود. اسمع يا شطة، مفيش غير حل واحد، أنت من بكرة تروح الحتة بتاعتكم. أروح إزاي يا معلم؟ تتسحب بالليل تروح تجيب امك وابوها، والفجر تكونوا عندي هنا. او النبي يا شطر. وعروستك في حمايتي في عينيا. قلت ايه؟ بس يا معلم ما فيهاش. بس اذا كانت انت امك ما تهمكش، الغلبان ابوها ده ذنبه ايه؟ على اي حال انت حر، انا حكيت لك اللي حصل واعمل انت بقى اللي انت عايزه. دي ما بقتش عيشه دي. شفتي كان بيبصلك ازاي؟ عينه تتدب فيها رصاصه. فاكرنا عبيط؟ هصدق كلامه وارجع للحاره عشان يستفرد بيكي؟ احنا الاتنين لازم نرجع يا شطه، ذنبهم ايه اهالينا اتعذبوا بسببنا؟ عايزانا نرجع للديناري واحنا متجوزين، انت عايزاه يطلقنا؟ ابويا عايز يقتل يا شاطر، واحنا كمان لو رجعنا هنتقتل. انتوا لازم اتجننتوا. الجنان يا معلم اننا نفضل عايشين هنا مرتاحين واهالينا هناك بتتبهدل علشاننا. لا جدع يا واد والله وشهم، يعني هتروح للدناري وخطيبته على ذمتك؟ ما بقتش خطيبته يا معلم، دي مراتي. وهو هيرضى انها تفضل على ذمتك؟ غصب عني، ما دام انا مش هطلقها ايه اللي هيقدر يعمله؟ يعني لو امرك تطلقها هتعصى اوامره؟ واوامر اللي خلفوه كمان. طب انا لو امرتك تطلقها تعصى اوامري؟ وايه اللي يخليك تأمرني بكده؟ ده احنا في حمايتك. مزاجي. اصل بصراحة بقى انا مستخسرها فيك. الله يسامحك يا معلم، انا بتكلم بجد مش بهزر، انت لازم تطلعها وهنا. بس ده ما يرضيش ربنا، ده حرام يا معلم. حرمة عليك عيشتك يا اخي، افهمني، علشان لما تبقى راجع معاك تبقى راجع بخطرها، مش راجع غصب عنها لانها مراتك. غصب عنها ازاي؟ دي هي اللي عايزه ترجع. ما هو من غلبها، واكيد بكره تغير رايها وتقعد معانا هنا على طول. يا معلم هي كلمه واحده، تطلقها يعني تطلقها. انت غلطان انك رحت له، ما كانش في داعي ابدا تعمل للكلب ده قيمه. انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ انت ناسي اني هنا لوحدي وان ماليش صاحب واحد في الحته كلها؟ يلا انا جاهز، يلا بينا. اتفضل يا سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. عندك حق يا سيدنا، بس هنعمل إيه بقى في القسمة والنصيب؟ نصيبك كده يا شاطر. مش هطلق. أنت متأكد؟ مش هطلق. جزاك الله خيرا، نعم الصواب يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله. لو انت بتوهب صحيح ابعد رجالتك دول واستنى هنا لوحدك. اما انت اناني قوي، الرجاله جايه تتفرج، سيبها تنبسط. كيفك؟ مالكيش ذنب. راحت المعزولة قالت طلقها. مستحيل هطلقك. سيبني، عايزة أموت، عايزة أموت، عايزة أموت. هو اللي هيموت مش أنت. بعدين ما انت بقى قدام الكلاب. وسهلا. يا ألف أهلا، يا 100 أهلا وسهلا. ياه، ده انتوا لكوا وحشة بشكل. أنا برضو كنت بقول كده، مش انتوا اللي تقدروا على الغربة دي. أهلا بالعروسة. يا خبر اسود، كل دي شوارع؟ ده انت محتاج للبلدية تسفلتك. اتعادل يا طباع. معلش، قلب عندكم. صراحة كده أنا انتوا صعبانين عليا قوي. بطل شماتة. شماتة؟ اخص عليك يا شطا، أنا برضو اللي أشمت فيكم. أنت نسيت يا واد إن أنا اللي خدتك من إيدك يوم ما بوست رجلي عشان أعرفك بالمعلم؟ نسيت إن أنا اللي حذرتك يوم ما جيت تتنطط وسطينا زي فرقع علوز وتقول له ما فيش غيري يا معلم؟ بس جربني بقى بعد ده كله، أنا اللي أشمت فيكم. اخص عليك يا شطا، أما إنك راجل ندل صحيح. طب اوعى من سكتك. لا 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 لا، انا واخد على خاطر منك خالص يا شاطر. صدقني يا عروس، انا كنت بعتبر جوزك ده زي اخويا تمام، اللي يزعله يزعلني، اللي يلمسه يجرحني، اللي يمس عرضه كانه اعتدى على شرفي. اخرس، انا اشرف من نسوان الحته كلها. ايوه يا اختي، ما هو باين اهو. الكتره بتغلب الشجاعه يا طباع، لكن ورحمه شرفك مسير اخد بطاري. طول عمرك جدع شطة، غصب عنك وعن المعلم بتاعك. لا 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 لا، طب وليه الغلط ده بقى؟ ده المعلم زعل عليكم قوي لما عرف اللي جرالكم. لا، فيه الخير، بس قول للمعلم بتاعك لو كان هناك لوحده كان انضرب زيي. اصل الكلب يا طباع ما هوهوش اللي قدام بيته. يلا يا وداد. طيب يا اخويا، روح هوا. ايه يا شطة، انت مش هتطلع معايا؟ مش قادر اوري وشي لابوكي. وانا كمان خايفة، مش قادرة. مفيش قدامنا غير كده، لازم تطلعي وانا هروح اطمن على امي. هستناكي هناك. سامحني يابا، سامحني. المسامح ربنا يا بنتي. انا تعبت قوي يابا من يوم ما بعدت عنك. عارف يا بنتي، عارف. فاتت عليا ليالي ما كانش بيطلع لها صبح. تعبت وتعذبت واخرتها انت اللي غلطتي يا وداد. لو كنت اتجوزت الدناري ما كانش حصل ده كله. انا من ساعه الفضيحه وانا قافل دكاني ومش قادر ارفع عيني في وسط الناس. ليه عملت فيا كده؟ ليه سبت الراجل اللي كان ممكن يحميك ويحمينا بدل الواد الصايع اللي هربت معاه؟ يابا حرام عليك، ما تظلمش شطة، احنا الاتنين بنحب بعض وهنفضل جنب بعض مهما حصل. شطة جدع، شهم، لو تعرف دافع عني قد ايه ده كان هيموت في ايدين رجاله الكلب الجبان. يابا صدقني، الدناري زي الشبل تمام، الاتنين ما يتخيروش عن بعض ابدا. لا يا بنتي، الديناري كان طالب جواز. يابا الجواز اللي بالغصب زي اللي اعطيتها على العرض. الديناري كان هيعمل نفس اللي عمله الشبلي بس بورقه من عند المأذون. ربنا يخليكي ليا. ربنا يهد القوي. ما تعيطيش ياما، الجروح دي كلها يومين وتروح. المهم الجرح اللي جوايا. انت لازم تطلقها يا دنايا. هتعيش معاها ازاي بعد اللي حصل ده؟ ما تقوليش كده يا اما، وداد ملهاش ذنب. اللي حصل ده ممكن يحصل لاي واحده طول ما الدنيا مليانه كلاب سعرانه. بس ده شرفك يا ابني. شرف اهو يا اما، شرف اهو يا اما. مفيش قوه في الدنيا توسخ شرف الراجل اللي زهوه بقى بنفسه. انت فاكره الشبلي ولا الديناري دول شرفه؟ ابدا، من غير رجالتهم ما يسويش حاجه. كفايه اللي عملوا فيك الديناري بعد انا ما مشيت. عمل ايه يا ابني؟ ده راجل نزيه، ياما سأل عليا ومفيش مره جاي يزورني فيها وايده فاضيه ابدا. انت بتقولي ايه؟ انت ما سمعتيش ان رجالته راحوا لعم طناحي وهددوه بالقتل؟ مين يا ابني اللي حط السم ده في ودانك؟ ده انا كل يوم كنت باكل من عند الطناحي، والديناري طول ما انتوا غايبين واخد باله مننا. اه فهمت، يبقى الشبلي كان راسم لها من بدري. دي لازم وداد، خليكي ذوق معاها يا اما. اهلا يا معلم، اتفضل. خطوة عزيزة يا معلم، قهوتك عارفاها، بتحبها زيادة. تسلم ايديك يا مشطة. عن اذنك يا معلم. اللي يخرج من داره يتقل مقداره. ساعات الظلم يخلي الناس تسيب بيوتها واهلها. مين اللي ظلم التاني؟ أنا ولا أنت؟ أنا اللي خنت الأمانة؟ أنا اللي طمعت في حاجة مش بتاعتي؟ يا معلم مفيش أمانة من غير كرامة، وكمان مفيش بني آدم يقدر يملك بني آدم. هو الشبلي علمك الفلسفة ولا إيه؟ ما تكلمنا عربي. بالعربي، وده حبتني واستنجدت بيا. كان لازم أقف جنبها وأحميها منك. مش هي دي برضه أصول الفتوانة؟ ولا إيه؟ بس أنت ما وقفتش جنبها، انت هربت معاها، ودي بقى اصول المعيله ولا ايه؟ لو كنت عيل زي ما بتقول كنت خفت منك ولا سالتش فيها. بس فاتك ان كان ممكن افش غل في اهاليكم، لكن انا مرضتش. الفتاوى الحقيقي هو اللي يحمي الحي مش يأذي اهله. جميلك فوق راسي يا معلم. المهم ايه المطلوب مني دلوقتي؟ كلمة واحدة مفيش غيرها. من بكرة الصبح تاخد مراتك في ايدك وتتكلوا من هنا. وقعدكم في وسطينا هيعرق اهل الحتة. أنا يستحيل أمشي من هنا. هتمشي غصب عنك. الكلام ده كان زمان. أنا خلاص بعد اللي حصل ما عادش يهمني أي حاجة ولا الموت نفسه. أما تلم صحيح، أنت لسه يا واد مش عاوز تعترف بغلطتك؟ أنا ما غلطتش، أنا عملت اللي يرضي ضميري. ويا ترى ضميرك دلوقتي ارتاح بعد الفضيحة اللي حصلت؟ الفضيحة دي ما كنتش أنا المقصود بيها، كنت أنت يا معلم. أنا؟ ليه بقى إن شاء الله؟ لأن الشبلي ما اعتداش على مراتي، ده اعتدى على خطيبتك. أنت بتقول إيه يا واد؟ هي دي الحقيقة. أنا لو كنت اتجوزت واحدة تانية ما كانش فكر يأذينا. أنا فاهمك كويس أوي، أنت عايز تطردنا من الحتة عشان ما نفكرش الناس بخيبتك. اخلص يا وقع القهوه يا معلم. ادفعيها انت. لازم تفهم يا معلم ان سمعتك اتهزت خلاص، ما بقتش الديناري بتاع زمان. عارف ليه؟ لانك خايف تاخد بطارك وطار الناس اللي عايشه في حمايتك. وطارك انت هتسيبه؟ مش انت جوزها ولا انا؟ ومين قالك ان هسيب الشبلي يفلت من ايدي؟ انا بس مستني لحد ما اخف، وساعتها مش محتاج اي مساعده من حد، وبالذات انت يا معلم. مع السلامة يا معلم. ده اللي ما عملتش حسابه يا طباع. احنا خلاص صلتنا راحت يا معلمة، لا يمكن نسكت على كده. كل ده من الواد اللي انت لقحته عليا. وانا يا معلمة كنت بشم على ظهر ايدي، هعرف منين انه هيجيب لنا المصايب دي كلها؟ والعمل دلوقتي يا طباع لازم نرد على القلم ده بقلم ينزل على قفا الشبل يلوحه ويدخله لجحره تاني. يبقى نلم الرجاله ونكبس عليه ونعملها مذبحه. لا مش للدرجه ده يا معلمة، بلاش الحكايه تكبر بالشكل ده. ما هو اللي ابتدى. معلش خليك انت الكبير وانا راني اشارتك. انا هعمل له عمليه صغيره هتكويه. والله القشطه وحشتني قوي يا رجاله. ليه كده انت اللي وحشتها يا معلم؟ تصبحوا بالخير. ده بدري يا معلم، بدري من عمرك. اصل اتصل ملعلعه قوي. ايه اللي اخرك كده يا شاطر؟ كنت عند عم طناحي. الراجل لسه متضايق قوي يا امي، مش قادر ينسى. برضه مش عايز يفتح الدكان. انا قلت له اقف اساعده في المحل، مفيش فايده. معلش يا شاطر، الراجل معذور برضه، هو اللي حصل له كان شويه. ووداد كمان حالتها مش عجباني، وانا بكلمها كانت سرحانه مش سامعاني. معلش، بكره انا هروح ازورهم عشان اطمن عليهم. يا ريت يما بالمره كده تخلي وداد تيجي تعيش معانا هنا، خصوصا انها حامل. منك يا شطه، حقك عليا حبيبي، مش قصدي. يا عم طلع هيفتح دكانتك، نفسي ادوق طعميتك الحلوه. اعفيني يا معلم. ارجوك يا معلم ما تكسفنيش. امال النهارده عيد لاهل الحته كلها. المعلم طناحي كبر يا شطة ومحتاج للي يساعده. من النهارده هقف جنبه في المحل. يعافيك يا حبيبي، اهلا وسهلا. حالا هجهز الاكل اهو. لا ما تتعبيش نفسك، ماليش نفسي. ليه يا شطة؟ تعبان مع عمك طناحي في الشغل؟ لا ابدا، ده راجل طيب وشايلني فوق راسه. وداد هي اللي مش عجباني. مالها؟ ما بقتش وداد بتاعت زمان، بقت ممقوته وتصعب على الكافر. طب والعمل؟ والله ما انا عارف يا امي. ما هي كمان مش طريقه، كل واحد منكم عايش في بيت. اسيبك يا امي؟ يوه، يعني انا هخاف يا ابني؟ ده انا خوف الشبلي نفسه. اسمع يا شطة، دي مراتك يا حبيبي، لازم تروح تعيش معاها هناك لحد ربنا ما ينتعها بالسلامة. مساء الخير يا عم طناحي. يسعد مساك يا شطة يا ابني. انت كل ليلة هتيجي متأخر كده؟ اعمل ايه في زباينك اللي بيسهروني؟ اتفضل الحساب. ايه ده كله يا شطة؟ الخير على قدوم الوالدين. من يوم ما اشتغلت معايا والاشياء بقت معدن. اصلك انت كنت زمان يا عمي بتقفل من المغرب غصب عني. انت ناسي ان انا راجل عجوز؟ البركه فيك بقى يا ابني. هي وداد نامت؟ قعدت مستنياك لحد نص الليل وبعدين دخلت اوضتها. تصبح على خير. وانت من اهله. انت لسه صاحيه؟ مش عارفه يا شطة، انا تعبانه قوي اليومين دول. ولسه هتتعبي اكتر لما الولاده تقرب. مش ده اللي تعبني. امال ايه؟ مش عارفه، زي ما تكون في حاجه ناقصاني. عارفه ايه اللي ناقصك؟ أنا وداد في ليالي بفضل سهرانة أبصلك، ببقى نفسي أقرب منك لكن بحس إن في حاجة منعاني. ساعديني يا وداد، ساعديني. أنت ناسية إنك مراتي؟ مش ناسية، وده اللي معذبني أكتر. تفتكر أنا كمان مش بتعذب؟ اللي حصل لنا ده كان فظيع، فظيع قوي، مش هنقدر ننساه ابدا. لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد ما ابننا يبقى في وسطينا، يمكن ساعتها نقدر ننسى. تصبح على خير يا برعي. مع السلامه يا معلم. ان شاء الله تكون ما بردتش. لا ما بردتش، بس بطانيه مليانه حمل. للي بمسامك يا قدام المعلم. جرى ايه يا رجاله؟ مش كده، خليكم خفاف عليه، ده راجل مسلم النمر. وانتم مسلمين اللي ينفض. فهمنا يا معلم، كان لازمتها ايه زياره اخر الليل دي؟ وحشتني، قلت اسال عليه. يا سلام، سهرت عليك العافيه يا اخويا. قول لي اخبار رجالتي اللي عندكم ايه؟ قصدك الرهاين؟ ده احنا هنحاكمهم قريب بتهمه الجاسوسيه. اسمع يا روح امك، لما اعتقك تروح لسيدك وتقول له عايز اتكلم معاه راجل لراجل، مش راجل لمرة. ويجي لك ليه؟ مش انت اللي عايزه؟ ما تروح له انت، ولا انت خايف؟ الشبلي عمره ما يخاف، بس بيقرف. بتقرف؟ يبقى خلاص يا اخويا، لا تروح له ولا يجيلك. تتقابلوا على ارض محايده وبدون جمهور، سويسرا. والله زمان يا ديناري، بقالنا سنين ما تقابلناش. مسير الحي اتلاه. ده لو فضل حي، مفيش حي بيموت قبل ميعاده. انا معاك، بس في ناس اغبيه بتستعجل موتها بايدها، وفي ناس فاكرين روحهم رجاله بشنبات وهم كلاب سعرانه بتنهش في الغلابه اللي بتحتمي بيهم. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس يا شبلي، اللي عملته مع شطا ومراته ده. قصدك خطيبتك؟ ولو، بس ما كانتش حركة مرجلة منك. أنا كنت معذور، الشيطان غواني والبت قشطة وأنت مش قدها، قلت أساعدك أقوم بالواجب. أنت ما اتغيرتش، زي ما أنت لسه وسخ. وسخ، بس بشرفي ليلتها كنت مستحمي. أنا غلطان اللي جيت أتكلم مع واحد زيك. طول عمرك بتغلط، ما أنتش عارف عايزين نسوان ولا رجالة. مرة عايز تتجوز واحدة بالعافية، ومرة تخطف رجالة من عندي. أنت لازم كبرت وخرفت. معاك حق، أنا حوريك خرفت إزاي. اسمع يا ديناري، رجالتي لازم ترجع. بصراحة ما قدرتش، وأنت عارف أزمة الشغالين من دول. وانت بتقول ان انا كبرت، يعني محتاج للي يخدمني زي ما كنت بتخدمني زمان. يا ترى فاكر ولا نسيت؟ ولا عمري انسى يا معلم افضالك عليا، لما كنت عاملني مسخه في الحته كلها. بس دي ايام بقى راحت وعمرها ما هتعود. مش عاوزك تطمن قوي كده، ده الزمن غدار. وانا بقى دلوقتي محدش يقدر يهزني، لا انت ولا الزمن بتاعك. ورجالتي هترجع. انت الظاهر بتحلم كتير اليومين دول يا اخي، بتغطى كويس قبل ما تنام كده. طيب يا ديناري، انا راجعلك وهخلي لك عليها وطيها. مرحبا يا معلم. عاوزك في كلمتين يا شاطر. تحت امرك. خلي بالك كده من الطاسه. حاضر يا معلم. انت بلغك طبعا ان انا قابلت الشبلي؟ ايوه، وبلغني انه ناوي يهجم على الحته برجالته. عشان كده انا عاوزك تاخد مراتك وتمشي من الحته. ايه يا معلم اللي انت بتقوله ده؟ انت كده بتصغرني قوي يا شطه. الحرب دلوقتي بيني وبين الشبلي والناس كلها عارفه كده يا معلم. ده اليوم اللي كنت مستنيه بفروغ الصبر عشان اخد بطاري، عشان ارجع ارفع راسي في الحته تاني. ازاي تضيع مني فرصه زي دي يا شطه؟ كفايه اللي جرالك من تحت راسي يا معلم. انت مالكش ذنب، انا اللي جيت لغايه عندك وطلبت منك ابقى دراعك اليمين، لكن الظروف هي اللي فرقت بينا والايام جت عليا. لكن اهو جه اليوم اللي اثبت لك فيه اني لسه دراعك اليمين. يبقى تعدي عليا الليله، انا مستنيك. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ حاسه بحاجه؟ شويه. تحب اندهلك حد؟ ما افتكرش الليله. ما كنتش عارف ان الوقت ضيق كده. ليه؟ الشبلي هيهجم على الحته بكره عشان يخلص الرجاله بتوعه. طب واحنا مالنا؟ واحنا مالنا ازاي؟ بقى الشبلي يجي لغايه هنا وعايزاه يفلت من ايدي. طب وانا؟ واللي بطني؟ هتسيبني عشان تروح تنتقم منه؟ لازم اموته في اليوم اللي هيتولد فيه ابني. يعني ابني هيتولد مع الموت يا ربي؟ لا، هيتولد في اليوم اللي ابوه هيرفع راسه فيه. انا خايفه، خايفه يا شطه، خايفه. ما تخافيش، ما تخافيش يا وداد. بكره ابننا هيتولد وهتتولد معاه حياتنا الجديده، والكابوس اللي عشنا فيه طول المده اللي فاتت هينتهي. يا بنتي شاطة فين؟ شاطة فين؟ شعر ولا داء الحمى. الحمد لله على سلامتك. تسلم. ده الشطة الصغير. شطة ماله؟ ها؟ شطة ماله؟ يا مصيبتي يا مصيبتي، يا لهوي يا لهوي، مات 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 شطة. وداد وداد، شطة قتل الشبلي، شطة انتقم لشرفه وللحتة كلها، شطة عاش راجل ومات راجل، مات راجل يا وداد. لكن مات مات شطة عمره ما هيموت يا وداد، شطة هيعيش في قلوب اهل الحته كلها، وقلبي انا اولهم، وابنه ده انا المسؤول عنه، انا اللي هربيه، هديله كل اللي عندي. لا لا لا، ابن شطة لازم يعيش، مش عايزه يموت زي ابوه، لازم يتربى في مكان بعيد بعيد عننا. يعني هتسيبيني يا وداد؟ هتسيبي بيتك واهلك والحته اللي عشت فيها طول عمرك؟ انا بيتي واهلي وحتتي هيبقوا في مكان ما فيهوش لا كره ولا دم، مكان يتربى فيه ابني وانا مطمنه. انا بقيت ام، عايزه ابني يعيش مع ناس تعلموا الحب مش تعلموا القدر. الله يخرب بيوتكم. الحضر اسمع لي امتى؟ عمر اللي فات ما هيرجع تاني. يا معلم طباع، انا عارف ان الاكل ايد اليمين بتاع المعلم ديناري، انا بقى حنفي الابيض، وبصراحه انا مغرم بالمعلم قوي وعايز ابقى من رجالته. انا بشيل حديد وبلعب بوكس وعجبك قوي وجرايل الدنيا، الناس كلها بقت فتوات، امال مين اللي هينضرب؟